بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه. أيها الإخوة، من جديد انطلقنا في هذه المعركة الكبيرة، في هذه المعركة المميزة على أرضية هذا الميدان، ونتمنى كل التوفيق والناموس في الشعارات القادمة. أيها الإخوة، من شتم ميادين الدولة حاضرة متابعة هذا الحدث الجميل، هذا الحدث المميز التمهيدي الرابع للطلقات سن الحقاقة. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق. شوطنا الثامن خصص الجحدان، المركز الأول، هناك مروح ناصر بن حمد بن راشد بن سعيد الساعدي، النقلة على المركز الثاني شباب أحمد بن عبيد بن حميدان، ثلاث مراكز. هناك من الجانب الآخر وصول في هذه اللحظات غزيلان محمد بن سعيد المرير على الجتبي، وفي المركز السابع اللي في المركز الرابع الغزال أحمد بن عبد الله بن محمد الكيلة العامري، وخامس المراكز وصول في هذه اللحظات الشارد محمد بن راشد بن سالم الكعبي، وفي المركز السات وصول في هذه اللحظات هناك عداد سيف بن خلفان بن سيف الأقويس، وسابع المراكز هناك معزز خلف بن السعيد مخيت الشامسي، وثامن المراكز وصول في هذه اللحظات هناك منصف خالد بن يابر عبد الله الحربي، وفي المركز التاسع ايضا هناك اللي في المركز التاسع وصل في هذه اللحظات هناك مهذب صقر بن حمد بن عامر بن سعيد الهاشمي، وعاشر المراكز هناك متعب المبارك بن سالم بن مبارك الشامسي. ها هي نتيجتنا ايها الاخوه لمراكزنا، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. ها هو الوصف التفصيلي لانطلاقاتنا وندائنا الاول للمراكز، ذعناها عليكم كامله مكمله. عوده من جديد الى المركز الاول، عوده من جديد الى مقدمه الشوط. الله يا مروح 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 منذ استفتاح اذاعه وذعنا وهو صامد على المركز الاول لناصر بن حمد بن راشد بن سعيد الساعدي، يسعد لي جوك يا الساعدي. النقله هناك على المركز الثاني منصف لخالد بن يابر بن عبد الله الحربي، وثالث المراكز وصل في هذه اللحظات عداد سيف بن خلفان الغويص، النقلة على المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك الناوي علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وخامس المراكز ايضا وصل في هذه اللحظات العندرس لمحمد بن حران بن حمد بن حميد بن حميد الفلاسي. والله الله شعار التوقيت، يلا يا راعي سياف غدير بن سعيد بن غدير الاجتبي، ما شاء الله يقدم جديد الفهد سعيد ايضا حاضر متابع لهذه الانطلاقات الجميله، هذه الانطلاقات المميزه من يقدم شاهين. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه. العرنده صغير على المركز على مقدمة هذا الشوط. أبوي جدب الله يخليك، جدم الله يخليك، تعود ملكيته لمحمد بن حران بن حمد بن حميد الفلاسي، من يقدم العرندس على المركز الأول شهير لغدير بن سعيد بن أغدير الاشتبي. المركز الثالث هناك منصف حالي خالد بن يابر بن عبد الله الحربي، ولكن شوف اللي واصل، شوف اللي واصل، شوف اللي واصل، هناك شباب أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. الله يا سلام، أهالي نزوة، أهالي نزوة ما يبون التوقيت، يبون النقطة الثانية أيضا، يبغون النقطة الثانية. متعود يقول الشاعر علي مايل ما سبق من شدوه مراكزه لوايل، مراكزك لوايل شاهين. والعرندس هناك اثنين في موقع واحد، في موقع واحد، في موقع كبير، في موقع مميز، في موقع يعني الكل يتبنى. ولكن شاهين، شاهين أيها الإخوة الذي أبعد بالمسافة، أبعد بالمسافة، يا سلام يا سلام يا راعي سياف، يقدم لنا شاهين شعار التوقيت الأجمل والمميز دائما مع أهالي الأحباب وأهل نزوة. صبحكم الله بالخير، صباحكم خير، صباحكم شاهيني على هذا الحضور. شكرا يا الشاعر غدير بن سعيد بن غدير يشتبي المركز الثاني، لمحمد بن حران الفلاسي المركز الثالث. أيها الإخوة اللي في المركز الثالث، هناك اللي في المركز الثالث سعيد بن حمد سبعين المحرمي، المركز الرابع على ما أظن شعار محمد بن عبد الله بن معيض. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. 4 دقائق 31 ثانية، 34 جزء من الثانية، تهانينا للشاعر غدير بن سعيد بن غدير الاجتماعي على هذا الحضور الكبير والمميز في هذا اللقاء الجميل والأصيل.